الجوا ديالنا بقرار مستقل ديال حزب العداله والتنميه، على اعتبار بانه التقييم بالنسبه الينا عمليه مهمه للدستور لحالها، وحنا ونحكى ذلك على الاحزاب تقوم بالدور ديالها. حنا قمنا بالدور ديالنا، فاذا درنا مادام عندنا جميع المعطيات ديال العمل الحكومه، فدرنا تقييم ديال هذه الحصيله المرحليه واللي عنوناها بتبديد الثقه وتفاقم الهشاشه وتعطيل التنميه، واللي قدمناها بالمعطيات من المعطيات والمرجع ديالنا هو التصريح الحكومي ديال رئيس الحكومه اللي كان في 2021، واللي جميع التزامات حاولنا نستعرضوها على التقارير الوطنيه والدوليه والتقارير ديال الحكومه اللي كاينه المسافه الاخير باننا بعيدين كل البعد على تحقيق ذلك البرنامج. فيما يتعلق بالتاجيل ما عنديش معطيات، لكن التاجيل في حد ذاته يعني هي اولا غير دستوريه، لان من الاول كنا كنقولوها ديما، يعني المجلس باقي ما عندوش هياكل ديالو، مجلس النواب باقي ما عندوش هياكل ديالو، ونعقدوا حنا جلسه يعني بدون امناء، ونعقدوا جلسه بالقرار ديالها تاخذوا واحد المكتب اللي منتهيه ولاد في 12 ابريل، فهذا لا يجوز دابا. لكن التاجيل له علاقه بهذه الندوه ام لا؟ على كل حال بالتاكيد له اثر، هذه الندوه عندها اثر، ولكن حنا الحكومه فكاش ما بغات تجي تقدم الحصيله ديالها مرحبا بها، ولكن يجب ان تحترم الدستور وتحترم النظام الداخلي ديال مجلس النواب وتحترم الفرق والمجموعه النيابيه يعني في التعاطي مع هذه الحصيله. مرحبا، اذا انت عندك المؤشر هو الانتخابات الجزئيه. طيب الانتخابات الجزئيه، وانا كنتبع الانتخابات الجزئيه منذ 2000 وعلى الاقل منذ 2002. الانتخابات الجزئيه ليست معيارا، ماشي المعيار اللي كنقيسوا به، هي باغي تجعل منه معيار، والا انا اعطيني دابا اعطيني غير نسبه المشاركه اللي كانت في اسفي كانت اقل من 2%، اليست معبرا؟ انت قاعد ديتي المناصب ولكن نسبه المشاركه 2% وستات، هذا ماشي حشومه وعار، والمغرب لا يستحق ذلك، يستحق احسن من ذلك. اذا كانت الحكومه خدامه راه خدامه بجميع الاقاليم، خدامه بجميع الدوائر، ايوا كيفاش؟ عدد المتابعين منين هما دابا الان؟ برلماني منين هما؟ من الاغلبيه، ايوا. وكتجيب لي حيت نجح. ثانيا للاسف الشديد هناك استمراريه في عدد من الدوائر في انتخابات الجزئيه لنفس نمط ديال العمل اللي كان في 2021، اللي كان في تمييز وتنبيه، وعلى راسه شراء الدمام، وعلى راسه المال باش كيشريو عباد الله. هذا هو، فحنا قلنا بان هذا الشيء باقي مستمر.